من بعد عدة مشاركات في العالم العربي وكذلك في خارج المغرب وفي المغرب، فالجمعية ارتأت أنها خلال هذا المنتدى هذا تقوم بتغطية الحفل إمضاء، تكلف بحفل إمضاء ديال أول ألبوم اللي قمت بالشغال ديالو في الديار الهولندية مع الجمعية الأندلسية بأمستردام. كانت هذه أول شراكة وأول ألبوم اللي غادي نقوم به، فأنا جيت سعيدة طبعا بهذا الحدث، جيت سعيدة بتواجدي مع الأصحاب ديالي، عائلتي، الناس اللي كيبغوني، اللي كان هذا عرب محبة ديالهم بالتواجد ديالهم في هذا اليوم هذا. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله الله يدوم محبه. انا فرحانه اليوم لانه جاتني الدعوه من صديقه عزيزه عليا وفنانه كنعتز بها كطنجاويه وكمغربيه، صوت رائع اللي هي عبير العابد في اول البوم ديالها. انا باقي ما سمعتوش، انا جيت باش نسمعو باش نتمتع بصوتها، واكيد غادي نخرج من السهره وانا عندي الالبوم وغنتمتع به الايام المقبله، وما عنديش شك بانه غيكون شي حاجه زوينه في المستوى كما عودتنا هي دائما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.